راه من طريق غير لائقه باش تم الانفصال معاه اللي ما تتفرج ما تتشرفش النادي ولا القيم ديالو. هذا الشيء قدروا نحطوه في الخانه ديال واحد القرار انفرادي طائش وغير لائق. كيف ما قلتها كمرشح اولا مع باقي الاخوان اللي كانوا معايا في اللائحه، وثانيا ومن بعد كرئيس مع ديال المكتب المديري وديال مجلس الاداره، اليوم المهمه الاولى والاخيره هو انقاذ الفريق الاول، ولكن ماشي غير انقاذ الفريق الاول، انقاذ النادي، انقاذ النادي. لانه اليوم عندنا نادي مريض، مريض رياضيا ومريض اقتصاديا. هذه العشوائيه تاع التدبير وغياب تام للحكمه مده تقريبا هذه 10 سنوات جايه ومبادقه منها حصيله خطيره ومهوله. الى شدينا غير الشق المالي مثلا، انا اللي باقي تنعقد تنذكر في سنه 2013 كانت الديون تقريبا ب 4 مليون تاع الدرهم. فاش غادرت النادي في 2015 كمسير خليناها في 1.5 مليون تاع الدرهم. الان في 30 يونيو 2022 الديون وصلت 84 مليون ديال الدرهم، وتنعاود ناكد على مره اخرى 84 مليون ديال الدرهم. وهذا الشيء هاد الارقام اللي هي خياليه تلاحظوا على انه الحسنيه في واحد الوضعيه اللي هي حرجه وحرجه جدا في جميع المجالات. حنا قررنا باش نتولاو هاد المسؤوليه اولا انا كرئيس والاخوان اللي معايا في المكتب المديري ولا في مجلس الاداره، ولكن هاد المسؤوليه مشتركه بين جميع الفعاليات اللي كاينين داخل النادي ولكن خارج النادي، منخرطين، محبين، غيورين، جمهور، المؤسسات العمومية الداعمة، السلطات، المحتضنين، والفعاليات الاقتصادية، كل شيء معني بهذا الأمر هذا. هذه مسؤوليتنا جميعا من أجل إنقاذ الفريق وإنقاذ النادي تفاديا الإنتحار. السي عبدالهادي لبى النداء ديال النادي ديالو، هو ابن النادي. هو ينقذ فريق الموسم الماضي، وتتذكر جميعا طريقة باش بدينا الموسم الماضي وبسليناها، وان شاء الله بمشيئة الله غادي ينقذ النادي وينقذ الفريق عاوتاني هاد السنة. ولكن هادشي باتفاق الجميع، هي يد واحدة لا تصفق. واللي بغيت نقول لكم اليوم واللي فاجئني وتأثرت به كثير كغيور على هذا الفريق وعلى هذا النادي، هو أن السي عبدالهادي رفض يتقاضى أي أجر. يعني السي عبدالهادي قرر أنه اشتغل أزيرو ديرام بالنسبة ما تبقى من الموسم. الشغل الشاغل ديالو قبل ما نتواصلوا معاه ودابا من تلقنا معاه هو تفادي الإنتحار إلى القسم الثاني. وتنشكرك جزيل الشكر سي عبدالهادي على هذا الإنجاز اللي هو ماشي نوبل. ومن هذا المنبر تنشكرو جميعا وتنتمناو مسيرة موفقة إن شاء الله للنادي، وتنعاود نأكد على أنه راه خص تضافر الجميع لإنقاذ النادي. نخليو جميع الخلافات في الخلف وتضافروا الجهود باش نمشيو إن شاء الله ونحقوا أول خطوة اللي هي إنقاذ الفريق الأول. وحنا كما وعدناكم في البرنامج ديالنا غتعاد الهيكله اللي في الشق الرياضي ديالها السي عبدالهادي سكيتيوي هو محور. وشكرا.